اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله we are going to take lesson 4 part B which is entitled multiplying a whole number by another. الدرس بتاعنا النهارده درس مهم جدا، يعتبر استكمالا لدرس المالتيبليكيشن اللي انت خدته في ايه في جريد 3. طيب يلا نبدا مع بعضينا الليسون ونفتكر المالتيبليكيشن كان بيتم ازاي. اول حاجه عندنا مالتيبلاينج باي ا وان ديجيت نمبر، يعني ادي نمبر اهو هعمل له مالتيبليكيشن باي 1 ديجيت. كان عندي طريقتين وانا بعمل المالتيبليكيشن. اول طريقه عندنا ما بنستعملهاش كتير بس لازم تعرفها، اللي هي طريقه الاكسبانشن. بنعمل ايه في الطريقه دي؟ احنا عندنا النمبر ده اسمه ايه 57342. احنا كنا خدنا ان انا ممكن اكتب النمبر في الاكسباندد فورم، اللي هي الاكسباندد فورم اليونتس بكتب الفاليو بتاعت ال2 في البليس فاليو اللي هو اليونتس، اللي هي كام؟ اللي هي 2، وهضيف عليها ال4، ال4 في البليس فاليو اللي هو التنس الفاليو بتاعتها كام؟ الفاليو بتاعتها 40. طيب وال3 دي الفاليو بتاعتها كام؟ 300. وال7 دي مكانها في ال 1000 يبقى الفاليو بتاعتها 7000. طب ال 5 دي موجوده عندي في البليس فاليو اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه 10000، وبالتالي الفاليو بتاعتها 50000. يبقى انا النمبر بتاعي ده كتبته في الاكسباندد 4. طب هنعمل ايه بعد كده؟ هنعمل تايمز 4. ال 4 اعملها تايمز في كل فاليو من الفاليوز دي. يعني ايه؟ لما اجي اقول 4 تايمز 2 يديني كام؟ يديني 8. طيب 4 تايمز 40، احنا اتفقنا لما يكون عندي زيروز في الرايت وانا بعمل مالتيبليكيشن تحط الزيروز اللي موجوده زي ما هي على الرايت. يعني انا عندي زيرو اهو، انزل الزيرو هنا كده يبقى عندي ال 4، يبقى 4 تايمز 4 16. مهم جدا طبعا نكون عارفين المالتيبليكيشن تيبل. المالتيبليكيشن تيبل لازم نحفظه كويس جدا. طيب نيجي نشوف ال 4 تايمز ال 300، الاقي عندي 2 زيروز نحطهم كده ايه على الرايت، وبعد كده 4 تايمز 3 يديني 12. بعد كده نقول ال 4 تايمز ال 7000 نحط 3 زيروز، وبعد كده 4 تايمز 7 28، وبعد كده 4 تايمز ال 50000 زيروز. طالما في مالتيبليكيشن انزل الزيروز الاول، هم 4 زيروز ننزل 4 زيروز، يبقى عندي ال 5، يبقى 4 تايمز 5 20. طيب بعد لما عملنا كده اعمل ايه؟ اقاد كل دول، اعمل لكل دول ايه؟ اعمل لكل دول بلس. طب فين اليونتس؟ اهو ادي اليونتس اهي، دي كل دي اليونتس. يبقى ال 8 بلس 0 بلس 0 بلس 0 بلس 0 يديني 8. خلاص خلصنا من ال 8 دي، يبقى هنا ال 6 بلس 0 ايكوال 6 بلس 0 بلس 0 يبقى نزل ال 6. وبعد كده ال 1 بلس 2 ايكوال 3 بلس 0 ايكوال 3 بلس 0 ستيل 3. وبعد كده نيجي هنا ال 1، هنا ما فيش، هنا خلصنا خلاص هنا الايه؟ البليسز، يبقى هنا ال 1 بلس ال 8 ايكوال 9. وبعد كده عندي ال 2 بلس ال 0 ايكوال 2. وعندي هنا ال 2 ايه؟ ال 2 تنزل. يبقى النمبر بتاعي بعد ما عملت اديشن الريزلت بتاعتي 229368. الطريقه دي احنا ما بنستعملهاش كتير، يعني قليل قوي قوي لما بنستعملها، بس انا عايزك تعرف ايه اللي حصل فيه، عشان في الاكسرسايزز بيجي لي ساعات حاجات نحلها فين في الفورم دي، لكن احنا هنشتغل دايما في المالتيبليكيشن بالسكند ميثود اللي هي الايه؟ الفيرتيكال ميثود. ممكن بدل ما اكتبها كده ممكن برضك تكتبها بايه؟ بالطريقه دي، هي هي بالظبط. هنا عندي ال4 اهي تايمز النمبر ده، النمبر ده عندي ال5 مكانها فين؟ في ال10000 ادي الفاليو بتاعتها، وال7 ادي الفاليو بتاعتها، وال3 300، وال4 40، وال2 الفاليو بتاعتها هتبقى ايه؟ زي ما هي 2. نقول 4 تايمز 50000 يبقى 200000، 4 تايمز 7000 نحط 3 زيروز، و4 تايمز 7 28، 4 تايمز 300 نحط 2 زيروز، و4 تايمز 3 ايكوال 12، 4 تايمز ال40 نحط الزيرو، و4 تايمز 4 16،
و4 تايمز 2 ايكوال ايه؟ ايكوال 8. لما نيجي نعملهم كلهم بلس يديني نفس الايه؟ نفس الريزلت دي بالظبط. تعالوا مع بعضينا نشوف السكند ميثود للمالتيبليكيشن، وهي دي الطريقه اللي هنشتغل بيها على طول. طيب الاكزامبل ده انت يعتبر خدت زيه في الايه؟ في السنه اللي فاتت جريد 3. تعالوا مع بعضينا نشوف بنعمل مالتيبليكيشن ازاي. ادي النمبر 4 عايز اعمل له مالتيبليكيشن مع النمبر ده. بنبدا من الرايت، يعني لما اقول ال4 اقول 4 تايمز 2. طيب 4 تايمز 2 يديني ايه؟ 4 تايمز 2 يديني 8. طيب بعد كده 4 تايمز 4، 4 تايمز 4 16. ما ينفعش اكتب ال16 كلها، بنكتب ال6 وبنكاري اب ايه؟ وبنكاري اب 1. وبعد كده اقول 4 تايمز 3 12 بلس 1 ايكوال 13. يبقى هنكتب 3 وهنكاري اب 1. 4 تايمز 7 28. ما ينفعش حد يقول لي ما اعرفش، التيبل لازم يكون محفوظ تماما. 4 تايمز 7 28، وفي 1 فوق يبقى 29. يبقى نكتب ال 9 وهنكاري اب 2. وبعد كده 4 تايمز 5 20، 20 بلس 2 يبقى 22. المثال ده هنشتغل بالطريقه دي على طول، وهي دي الطريقه اللي تهمني. طيب زي ما شفنا ازاي نعمل مالتيبليكيشن للهول نمبر مع 1 ديجيت، تعالوا نشوف ازاي نعمل مالتيبلاينج باي 2 ديجيت. ادي عندي اكزامبل بيقول لي فايند ذا برودكت اوف 365 تايمز ال 48. البرودكت يعني المالتيبليكيشن. بنعمل ايه؟ هنحل دايما بالطريقه دي. عندي 366 هكتبها كده، وهكتب تحتيها ال 48. ولازم تاخد بالك من الترتيب، يعني دايما تحط النمبرز تحت بعضها. لما اجي ابدا ازاي؟ اخد اليونتس واعمل له مالتيبليكيشن في النمبر كله. يلا مع بعضينا واحده واحده. 8 تايمز ايكوال 40، حط 0 ونكاري اب 4. بعد كده 8 تايمز ال 6 ايكوال 48. 48 4 عباره عن كام؟ عباره عن 52. يبقى هنحط ال 2 ونكاري اب ايه؟ ونكاري اب ال 5. بعد كده 8 تايمز 3 24، 24 بلس ال 5 يبقى 29. يبقى نكتب على طول ال 20 ايه؟ ال 29. جميل. الجديد بقى السنه دي ايه؟ ان انا هاخد ال 4 دي هعمل لها ملتبلاي فين؟ في اللي فوق. بس ال 4 دي المفروض ان هي تنس، يبقى لما اجي اعمل لها ملتبليكيشن اللي هيطلع اكتبه تحت الايه؟ تحت التنس. او بنقول ان انا اول ما اعمل مالتيبليكيشن للتنس احط هنا زيرو، يعني اوعى تنسى الزيرو ده، بنحطه هنا على طول. بعد كده 4 تايمز 5 ايكوال 20، يبقى احط زيرو ونكاري اب 2. بعد كده 4 تايمز 6 24، 24 بلس 2 26، حط ال 6 ونكاري اب ايه؟ انذر 2. بعد كده 4 تايمز 3 12، 12 بلس 2 14. نكتب الايه؟ نكتب ال 14. مهم جدا ان احنا واحنا بنكتب لازم نحط الديجيتس تحت ايه؟ تحت بعضها. وبعد كده بعمل بلس للتو نمبرز دول. 0 بلس 0 يديني 0، 2 بلس 0 يديني 2، 9 بلس ال 6 زي ما اتعودنا في الاديشن، حط ال 9 in our minds ونكاونت عليها 6 بعد ال 9، 10 11 12 13 14 15. يبقى عندي هنا 5 وهنكاري اب 1. 1 بلس 2 3، 3 بلس 4 ايكوال 7، ونحط الايه؟ ونحط ال 1. يبقى دي الطريقه اللي بنعمل بيها المالتيبليكيشن ل 2 ديجيت نمبر. دي يعتبر جديده علينا السنه دي. الجديد ايه؟ ان انا باخد التنس اعمل لها برضه مالتيبلاي في النمبر كله وبكتبها تحت كده. وما ننساش لما اكتب لازم احط زيرو في الاول هنا. احنا كده كده ان شاء الله في الاكسرسايز هنحل عليها كتير، وهي دي الطريقه اللي هنشتغل بيها على طول. تعالوا نشوف السكند ميثود. طيب انا عايز هنا 365 تايمز 48. احنا ممكن نعمل ايه؟ ال 48 دي ممكن اقول ان هي عباره عن 40 بلس مين؟ بلس ال 8. يعني كتبت الفاليو بتاعت ال 8 والفاليو بتاعت ال 4. والطريقه دي السنه الجايه في جريد 5 هتاخد الطريقه دي اكتر، اللي هي بنسميها الديستريبيوشن اوفر الاديشن. هتاخدها السنه الجايه بالتفصيل، بس السنه دي بس تاخد فكره عنها.
هنعمل ايه؟ هنعمل لده مره ملتبلاي هنا وده مره ملتبلاي هنا. ازاي؟ هنقول كده دي هتيكوال هنا ده لما اعمل له ملتبليكيشن تايمز ده يبقى عباره عن ايه؟ نحط الزيرو لان انا عندي هنا زيرو، وبعد كده 4 تايمز ال 5 وانا بعمل في الهوريزونتال ببدا باليونتس 4 تايمز ال 5 20 0 ونكاري اب ايه؟ ونكاري اب 2. بعد كده 4 تايمز ال 6 24 بلس 2 26 هيبقى 6 ونكاري اب 2. 4 تايمز 3 12 بلس 2 14 واقول بلس. بلس مين؟ بلس ده تايمز ال 8. 8 تايمز ال 5 40، نحط الزيرو ونكاري اب 4. 8 تايمز ال 6 ايكوال 48. 48 بلس 52، نحط ال 2 ونكاري اب 5. بعد كده 8 تايمز ال 3 24، 24 بلس ال 5 29. وبعد كده نعمل لهم بلس 0 بلس 0 ايكوال 0، 0 بلس 2 ايكوال 2، 6 بلس 9 15، 5 ونكاري اب 1، 1 بلس 4 از 5 بلس 2 از 7 وال 1 ايه؟ وال 1 تنزل زي دي بالظبط. لكن احنا دايما هنشتغل بالطريقه ايه؟ بالطريقه دي اللي هي الفيرتيكال. نيجي نشوف مع بعضنا اكسرسايز 5. اول حاجه بيقول لي فايند ذا ريزلت فولوينج ذا اكزامبل، يعني اعمل زي الاكزامبل. الاكزامبل بتاعنا ادي عندي 354 تايمز 9، مش هو مش عايزك تعملها فيرتيكال، يعني مش عايز 9 تايمز ال 4 و9 تايمز ال 5 و9 تايمز ال 3، لا ده عايزك تجرب تعمل اكسباند، يعني النمبر اللي فوق ده تكتبه بالاكسباندد 4 اللي هو 300 بلس ال 50 بلس ال 4، وبعد كده تعمل ال 9 تايمز ال 4 وال 50 وال 300. طب هي هتبقى سهله؟ هتبقى سهله شويه. ليه؟ عشان في عندي زيروز كتيره. وبعد كده اللي يطلع ده نعمل له اديشن تديني ايه؟ تديني ده. طيب الطريقه دي طبعا طويله، الطريقه الثانيه اسهل كتير، بس احنا لازم نتدرب على ايه؟ على الطريقه دي برضه. نيجي اول اكسرسايز عندي هنا 271 تايمز ال 8، ال 1 الفاليو بتاعته 1، ال 7 موجوده في التنس يبقى الفاليو بتاعتها 70، ال 2 عندي موجوده في الهندردز يبقى الفاليو بتاعتها 200. طيب نعمل بعد كده ايه؟ اقول ال 8 تايمز الترم ده وال 8 تايمز الترم ده وال 8 تايمز ده. 8 تايمز 1 يديني 8، 8 تايمز 70 طبعا في 0 بنحط 0 الاول على الرايت، وبعد كده 8 تايمز 7 56. لازم نحفظ التيبل. وبعد كده 8 تايمز 200 ال 2 زيروز ينزلوا، و 8 تايمز 2 ايكوال 16. نعمل ايه بعد كده؟ بعد كده نعمل اديشن، يعني اد ال 3 نمبرز دول. طيب عندي 0 بلس 0 بلس 8 ايكوال 8، وبعد كده 0 بلس 6 ايكوال 6، وبعد كده 6 بلس 5 ايكوال 11. حط 1 وهنكاري اب مين؟ ونكاري اب 1. 1 بلس 1 ايكوال ال 2. نيجي نشوف اكسرسايز بي. طبعا احنا مش هنحل بالطريقه دي، الطريقه اللي هنحل بيها ان انا هقول على طول 8 تايمز 1 ايكوال 8، 8 تايمز 7 56 هنحط ال 6 وهنكاري اب 5، و 8 تايمز 2 ايكوال 16 بلس ال 5 21. هنحلها بالطريقه دي على طول، بس احنا كده عشان نتدرب. نيجي نشوف اكسرسايز بي. هنا ال 8 الفاليو بتاعتها 8، ال 3 الفاليو بتاعتها 30، ال 5 500، بعد كده تايمز ال 7، 7 تايمز ال 8 56، 7 تايمز ال 30 الزيرو ينزل، و 7 تايمز 3 21، 7 تايمز 500 ال 2 زيروز ينزلوا، و 7 تايمز ال 5 35. يلا نعمل بلس. طبعا هنا هيبقى تايمز ايه؟ تايمز ال 7. 0 بلس 0 بلس 6 ايكوال 6، 0 بلس 1 ايكوال 1 بلس 5 ايكوال 6، 5 بلس 2 ايكوال 7. هنا وال 3 ايه؟ وال 3 تنزل. لما نيجي احنا هنعملها على طول هنعملها كده 7 تايمز ال 8 56، هنحط ال 6 ونكاري اب ايه؟ ونكاري اب 5،
بعد كده 7 تايمز 3 21 و5 هنقعد عليها 5 يبقى 26. نحط ال 6 ونكاري اب ايه ونكاري اب 2. بعد كده 7 تايمز ال 5 35 و2 يبقى 37. دي اللي هنحل بيها على طول. بس احنا هنا زي ما قلت لكم بنتدرب على الطريقه دي. نيجي اللي بعديها بروبلم 3. ال 6 الفاليو بتاعتها 6، ال 4 40، ال 3 الفاليو بتاعتها 300، ال 7 الفاليو بتاعتها 7000. بعد كده تايمز ايه؟ تايمز ال 6. 6 تايمز 6 ايكوال 36. 6 تايمز 40 نحط الزيرو، 6 تايمز 4 24. نحط التو زيروز، 6 تايمز 3 18. نحط 3 زيروز، 6 تايمز ال 7 ايكوال 42. تمام؟ يبقى هنا المفروض هنا نحط النمبر كله تايمز ال 6. يلا نعمل بلس. 0 بلس 0 بلس 0 بلس 6 ايكوال 6. 0 بلس 0 بلس 4 ايكوال 4 بلس 3 ايكوال 7. 0 بلس 8 ايكوال 8 بلس 2 ايكوال 10. 0 ونكاري اب 1. 1 بلس 2 is 3. 3 بلس 1 ايكوال 4. وال 4 دي ايه؟ تنزل. اكسرسايز 2 بيقول لي فايند ذا ريزلت از ان ذا اكزامبل. الاكزامبل نفس الكلام، بيجي يعمل عمليه المالتيبليكيشن، بيعملها هوريزونتال ومش هوريزونتال وبس، ده بيعملها هوريزونتال بعد ما بيفك النمبر بالاكسباندد فور. طيب نعمل زي الاكزامبل. انا عندي ال 254 عباره عن ايه؟ عباره عن 200 بلس ال 50 بلس ال 4. طيب ناخد كل نمبر من دول ونعمله تايمز 7. 7 تايمز ال 4 28. 7 تايمز ال 50 الزيرو ينزل، و 7 تايمز ال 5 35. 7 تايمز ال 200 ال 2 زيروز ينزلوا، و 7 تايمز ال 2 ايكوال كام؟ 14. يلا نعمل بلس. 0 بلس 0 ايكوال 0 بلس 8 ايكوال 8. 0 بلس 5 ايكوال 5 بلس 2 ايكوال 7. 4 بلس 3 ايكوال 7. ما عنديش طبعا هنا هندردز، وال1 عندي ايه؟ وال1 ينزل. نيجي اللي بعديها 9 تايمز 784 يبقى هنا 9 وهنا 784. طيب يلا 9 تايمز ال 700 ال 2 زيروز ينزلوا، و9 تايمز ال 7 63. طبعا انت حافظها، لما اقول لك 9 تايمز ال 7 تبقى على طول تقول لي 63. طيب 9 تايمز ال 80 الزيرو ينزل، وال 9 تايمز ال 8 ايكوال 72. 9 تايمز 4 ايكوال 36. يلا نعمل بلس. 0 بلس 0 ايكوال 0، بنعمل بلس من الرايت. 0 بلس 0 ايكوال 0 بلس 6 ايكوال 6. بعد كده 0 بلس 2 ايكوال 2 بلس 3 ايكوال 5. كل بليس مع البليس اللي زيه. طب هنا 3 بلس 7 ايكوال كام؟ ايكوال 10. في هنا بليس زي ال 100 ما فيش، يبقى 3 بلس 7 ايكوال 10. نحط 0 ونكاري اب ايه؟ ونكاري اب 1. يبقى 1 بلس 6 ايكوال 7. هنا ما فيش عندي ايه؟ 1000. يبقى نحط ال 7 على طول. اللي بعديها هيبقى 6 تايمز هنا 4000، هنا 250، وبعد كده 9. 6 تايمز ال 4000 نحط 3 زيروز. 6 تايمز 4 ايكوال 24. 6 تايمز 200 نحط 2 زيروز. 6 تايمز 2 ايكوال 12. 6 تايمز ال 50 نحط 0. 6 تايمز 5 ايكوال 30. وبعد كده 6 تايمز ال 9 ايكوال 54. يلا نعمل بلس. 0 بلس 0 بلس 0 بلس 4 ايكوال 4. 0 بلس 0 بلس 0 بلس 5 ايكوال 5. 0 بلس 2 ايكوال 2 بلس 3 ايكوال 5. وبعد كده 4 بلس 1 ايكوال 5. وال 2 عندي ايه؟ وال 2 تنزل. يبقى احنا كده خلصنا الجزئيه بتاعه الميثود اللي احنا ما بنستعملهاش كتير. عايزكم بقى تركزوا معايا في الاكسرسايز اللي جايه، لان هي دي الطريقه اللي هنحل بيها على طول. بيقول لي فايند ذا برودكت از ان ذا اكزامبل، يعني حل زي المثال. زي ما انت شايف ده نحل بقى ايه؟ فيرتيكالي. يلا مع بعضينا. انت يعتبر خدت كل الكلام ده السنه اللي فاتت. 2 تايمز 4 ايكوال كام؟ ايكوال 8. بنبدا بالرايت،
وبعد كده 2 تايمز 3 ايكوال كام؟ ايكوال 6. و2 تايمز 2 ايكوال 4. خلاص خلصت سهله قوي. 5 تايمز 8 ايكوال 40 0 وهنكاري اب ايه؟ ونكاري اب 4. 5 تايمز 6 ايكوال 30 هيبقى 30 ومعايا هنا 4 يبقى 34. نحط ال 4 ونكاري اب 3. بعد كده 5 تايمز 5 25 ومعايا 3 يبقى 25 بلس 3 28. نيجي نمبر سي 7 تايمز 3 21 نحط ال 1 ونكاري اب 2. 7 تايمز 0 ايكوال 0 بلس 2 يديني 2. 7 تايمز 0 ايكوال 0. 7 تايمز 5 ايكوال 35. اللي بعديها 4 تايمز 4 16 نحط ال 6 ونكاري اب 1. 4 تايمز 5 ايكوال 20 ومعانا 1 يبقى 21. نحط ال 1 ونكاري اب ال 2. 4 تايمز 3 ايكوال 12. 12 بلس 2 ايكوال 14. نحط ال 4 ونكاري اب 1. بعد كده 4 تايمز 7 28 28 بلس 1 29. اللي بعد كده 9 تايمز 2 18 حط ال 8 ونكاري اب 1. 9 تايمز 4 36 ومعانا 1 يبقى 37. حط ال 7 كاري اب 3. 9 تايمز 3 27 27 بلس 3 يبقى 30. حط 0 ونكاري اب 3. 9 تايمز 8 72 بلس 3 75. زي ما انتم شايفين التيبل مهم جدا تكون حافظه. بروبلم اف 7 تايمز 1 يديني 7. 7 تايمز 6 ايكوال 42. حط 2 ونكاري اب 4. 7 تايمز 0 ايكوال 0 بلس 4 4. 7 تايمز 2 ايكوال 14. اللي بعديها 8 تايمز 4 ايكوال 32 يبقى عندي 2 ونكاري اب 3. 8 تايمز 0 يديني 0 اي حاجه تايمز 0 ب 0 بلس 3 يديني 3. 8 تايمز 2 16 يبقى نحط ال 6 ونكاري اب 1. 8 تايمز 3 24 بلس 1 25 نكتب ال 5 ونكاري اب 2. 8 تايمز 8 64 بلس 2 يبقى 66. اللي بعد كده 7 تايمز 9 63 نكتب ال 3 ونكاري اب ال 6. 7 تايمز 0 يديني 0 بلس 6 يديني 6. 7 تايمز 4 28 نكتب ال 8 ونكاري اب ال 2. 7 تايمز 3 21 بلس 2 يبقى 23. نكتب ال 3 ونكاري اب ال 2. 7 تايمز 1 ايكوال 7 بلس 2 ايكوال 9. اللي بعد كده 5 تايمز 0 ايكوال 0 اي حاجه تايمز 0 ب 0. 5 تايمز 1 ايكوال 5. 5 تايمز 5 25 يبقى نكتب ال 5 ونكاري اب ال 2. 5 تايمز 4 ايكوال 20. 20 بلس 2 يبقى 22. ادي ال 2 ونكاري اب ال 2. 5 تايمز 6 ايكوال 30 بلس 2 تبقى 32. نكتب ال 2 ونكاري اب ال 3. 5 تايمز 2 is 10. 10 بلس 3 13. نيجي هنا 6 تايمز 1 ايكوال 6. 6 تايمز 2 12 2 ونكاري اب 1. 6 تايمز 4 24 ومعانا 1 فوق يبقى نعمل له بلس يبقى 25. نكتب ال 5 ونكاري اب ال 2. 6 تايمز ال 5 30. 30 بلس 2 يبقى 32. نكتب ال 2 ونكاري اب ال 3. 6 0 ايكوال 0 بلس 3 اديني 3. 6 بلس 6 36. نكتب ال 6 ونكاري اب ال 3. 6 تايمز 3 ايكوال 18 بلس 3 ايكوال 21. نيجي اللي بعد كده 8 تايمز 1 ايكوال 8. 8 تايمز 0 ايكوال 0.
8 تايمز 7 56، حط ال 6 وانكاري اب ال 5. 8 تايمز ال 1 ايكوال 8 بلس ال 5، نعد بعد ال 8 9 10 11 12 13، يبقى نحط ال 3 ونكاري اب 1. 8 تايمز ال 9 72 بلس 1 73، نكتب ال 3 ونكاري اب ال 7. 8 تايمز ال 8 64، نعد بعد ال 64 7 على صوابعنا، بعد ال 64 65 66 67 68 69 70 71، يبقى نحط ال 1 ونكاري اب ال 7. 8 تايمز ال 4 32، 32 بلس ال 7، عد على ايدك بعد ال 32 7 يطلع معاك 39. نيجي بعد كده اكزامبل 4، يقول لي فايند ذا برودكت از ان ذا اكزامبل. زي ما انت شايف هو هنا بقى بيعمل برودكت، بيعمل ملتبليكيشن هوريزونتال مش فيرتيكال. طيب نعمل ازاي الملتبليكيشن هوريزونتال؟ برضك من الرايت. 8 تايمز 4 يديني كام؟ 32. نكتب ال 2 ونكاري اب ال 3. 8 تايمز ال 8 64، 64 بلس 3 65 66 67، يبقى نكتب ال 7 ونكاري اب ال 6 على الديجيت اللي بعده. 8 تايمز ال 7 56، 56 عد بعديها 6 على ايدك يطلع معاك 62، نكتب ال 2 ونكاري اب ال 6. بعد كده 8 تايمز 2 16، 16 بلس 6 يديك 22. اللي بعد كده 4 تايمز 5 20، 0 ونكاري اب 2. 4 تايمز 8 32 ومعانا 2 يبقى 34، نكتب ال 4 ونكاري اب 3. 4 تايمز 3 12، 12 بلس 3 يديني 15، نكتب ال 5 ونكاري اب 1. 4 تايمز 7 28 و1 29. اللي بعديها 9 تايمز 8 72، نكتب ال 2 ونكاري اب ال 7. 9 تايمز 7 63 بلس 7 70، يبقى 0 ونكاري اب ال 7. 9 تايمز 4 36، عد بعد ال 36 7 37 38 39 40 41 42 43، يبقى نكتب ال 3 ونكاري اب ال 4. 9 تايمز 3 27 بلس ال 4 يديني 31. اللي بعديها نعمل الملتبليكيشن من الرايت. 7 تايمز 2 14، 4 ونكاري اب 1. 7 تايمز 3 21 بلس ال 1 22، هيبقى 2 ونكاري اب 2. 7 تايمز 0 يبقى 0 ومعايا 2 نحط ال 2. 7 تايمز 0 يديني 0. 7 تايمز ال 8 ايكوال 56. اللي بعد كده 5 تايمز 1 ايكوال 5. 5 تايمز 3 15، حط ال 5 ونكاري اب 1. 5 تايمز 5 25 و1 يبقى 26، 6 ونكاري اب 2. 5 تايمز ال 8 ايكوال 40، 40 بلس 2 يبقى 42، نكتب ال 2 ونكاري اب ال 4. بعد كده 5 تايمز 2 ايكوال 10 بلس 4 ايكوال 14. اللي بعديها نبص بقى هنا نلاقي ده تايمز 2 ديجيت نمبر بس في زيروز. طالما في زيرو تحطه فين؟ تحطه في الرايت. واشتغل مع 3 بس، اكني بعمل 3892 تايمز 3 بس. الزيرو خلاص انا نزلته بره هنا. 3 تايمز 2 ايكوال 6، 3 تايمز 9 ايكوال 27، 7 ونكاري اب 2. 3 تايمز 8 24، 24 بلس 2 26، حط ال 6 ونكاري اب 2. بعد كده 3 تايمز 3 ايكوال 9، 9 بلس 2 ايكوال 11. نيجي اللي بعد كده نفس الكلام، طالما لقيت زيروز تحط زيرو على طول نتخلص منهم في الاول عشان بيسهلوا العمليه بتاعت الملتبليكيشن. 8 تايمز 3 ايكوال 42، 4 ونكاري اب ال 2. 8 تايمز 6 ايكوال 48 بلس 2 يبقى 50، 0 ونكاري اب ال 5. 8 تايمز 7 56 بلس ال 1 يديني 61، حط ال 1 ونكاري اب ال 6.
8 تايمز 0 يديني 0 بلس 6 يديني 6 وبعد كده 8 تايمز ال 9 ايكوال 72. نيجي اللي بعد كده الزير ينزل 6 تايمز 7 42 نحط ال 2 ونكاري اب ال 4 6 تايمز ال 6 36 بلس ال 4 عد بعد ال 36 4 يديك 40 يبقى 0 ونكاري اب 4 6 تايمز 3 18 بلس ال 4 22 حط ال 2 ونكاري اب 2 6 تايمز ال 5 30 ومعانا 2 يبقى 32 نحط ال 2 ونكاري اب 3 6 تايمز 4 ايكوال 24 24 بلس 3 يبقى 27. لازم تعود نفسك برضو تعمل مالتيبليكيشن بالهوريزونتال. طيب نيجي بعد كده اكسرسايز 5 عايز البرودكت از ان ذا اكزامبل. هنا بقى ابتدينا نشتغل مع 2 نمبرز تايمز 2 نمبرز. نعمل ايه؟ الاول اخد ال 4 اعملها تايمز ده وبعد كده اخد ال 2 تايمز ده. 4 تايمز 3 ايكوال 12 2 ونكاري اب 1 4 تايمز 4 16 ومعانا 1 يبقى 17. شايفين بحط الديجيتس تحت بعضها ازاي؟ ما يجيش واحد يحط ال 7 هنا ويحط ال 1 هنا يبقى شكلها وحش. لما بتيجي تعمل بعد كده بلس ما تعرفش تعمل بلس. طيب نيجي بعد كده نشوف ال 2، ال 2 دي ايه تنس؟ لما اجي اعملها بقى تايمز اللي فوق 2 تايمز 3 ايكوال كام؟ ايكوال 6. نحط ال 6 هنا. ما ينفعش تحط لي ال 6 هنا. لو حطيت ال 6 هنا يبقى غلط. طب نعمل ايه عشان ما تغلطش؟ نحط هنا 0. حط لي دايما على طول 0. اول ما ابدا اشتغل على التنس احط 0 هنا. طيب 2 تايمز 3 ايكوال 6، طب 2 تايمز 4 ايكوال 8. يلا نعمل بلس 2 بلس 0 ايكوال 2. 7 بلس 3 ايكوال 13، 3 اند وي هاف 1. 1 بلس 1 از 2 بلس 8 از ايه؟ از 10. نيجي هنا 6 بلس 8 48، نحط ال 8 ونكاري اب 4. 6 بلس 2 12. 12 بلس ال 4 يديني 16. هشتغل على التنس على طول احط 0 قبل ما اعمل اي حاجه. احط 0 تحت اليونتس. بعد كده 7 تايمز ال 8 56، نحط ال 6 ونكاري اب ال 5. هتتكاري على ال 2 اكني شلت ال 4 نحط كاري جديد اللي هو ال 5. طيب 7 تايمز 2 ايكوال 14، 14 بلس 5 ايكوال 19. بص وانا شغال بحط الديجيتس تحت بعضها عشان تعرف تعمل اديشن من غير مشاكل. 8 بلس 0 ايكوال 8، 6 بلس 6 ايكوال 12، 2 وهنكاري اب 1، 1 بلس 1 از 2 بلس 9 11، 1 وهنكاري اب 1، 1 بلس 1 از ايه؟ از 2. بروبلم سي وعايزين نركز بقى عشان يعتبر الاكسرسايزز دي كلها اهم حته في الليسون. 5 تايمز 3 15، حط ال 5 ونكاري اب 1. 5 تايمز 2 ايكوال 10، 10 بلس 1 11، حط 1 ونكاري اب 1. 5 تايمز ال 1 ايكوال 5 بلس 1 ايكوال 6. طيب نيجي بعد كده بعد ما خلصنا الديجيت ده قبل ما اشتغل على الديجيت ده احط 0 هنا عشان ما انساهوش. طيب 1 تايمز 3 ايكوال 3، 1 تايمز 2 ايكوال 2، 1 تايمز 1 ايكوال 1. بص انا ماشي بكتب ازاي كل ديجيت تحت اللي فوقيه بالظبط عشان يطلع الكتابه شكلها حلو. 5 بلس 0 ايكوال 5، 1 بلس 3 ايكوال 4، 6 بلس 2 ايكوال 8، وال1 ايه؟ وال1 تنزل. اللي بعديها 2 تايمز 3 ايكوال 6، 2 تايمز ال 6 ايكوال 12، 2 اند وي هاف 1 نحطه از كاري هنا فوق ال1. 2 تايمز 1 ايكوال 2 بلس 1 ايكوال 3. ها قبل ما اشتغل على ال 8 تحط لي الزيرو هنا عشان ما تنساهوش. 8 تايمز 3 ايكوال 24، حط ال 4 ونكاري اب 2. 8 تايمز 6 ايكوال 48 تايم بلس 2 ايكوال 50، حط الزيرو ونكاري اب 5. 8 تايمز 1 ايكوال 8 بلس 5 ايكوال 13. يبقى هنا 6 بلس بعد كده نعمل الايه؟ الاديشن. 6 بلس 0 ايكوال 6، 2 بلس 4 ايكوال 6، 3 بلس 0 ايكوال 3،
وال3 تنزل وال1 ايه؟ وال1 تنزل. نيجي هنا 9 تايمز 7 63، يبقى نكتب ال3 ونكاري اب الايه؟ ال6. بعد كده 9 تايمز 5 45 ومعانا 6 هنعمل لها اديشن على ال45 يديني 51. حط ال1 ونكاري اب الايه؟ ال5. 9 تايمز 3 27، عد على ال 27 5 28 29 30 31 32، يبقى نكتب 30 ايه؟ 32. قبل ما اشتغل على الفور اروح احط الزيرو عشان ما انساهوش. 4 تايمز 7 28، حط ال 8 وهنكاري اب 2. 4 تايمز 5 ايكوال 20 بلس 2 22، ادي 2 ونكاري اب 2. مالناش دعوه بدول، دول كانوا بتوع الايه؟ الديجيت ده. 3 تايمز 4 12 بلس 2 14 3 بلس 0 ايكوال 3 1 بلس 8 ايكوال 9 2 بلس 2 ايكوال 4 3 بلس 4 ايكوال 7 وال1 ايه وال1 تنزل اللي بعد كده 3 تايمز 4 ايكوال 12 وهنكاري اب 1 2 هنكاري اب 1 3 تايمز 0 ايكوال 0 0 بلس 1 ايكوال 1 3 تايمز 9 27. قبل ما اشتغل على ال 5 حط لي الزيرو هنا. 5 تايمز ال 4 ايكوال 20 0 وهنكاري اب 2. 5 تايمز 0 ايكوال 0 بلس 2 يديني 2. 5 تايمز 9 45. زي ما انتم شايفين بنكتب بصوره منظمه علشان المساله يبقى شكلها حلو وتعرف تعمل بلس وانت مرتاح. 2 بلس 0 ايكوال 2 1 بلس 0 ايكوال 1 7 بلس 2 ايكوال 9 2 بلس 5 ايكوال 7 وال 4 ايه وال 4 تنزل. نيجي اللي بعد كده 4 تايمز 7 28 8 وهنكاري اب 2. 4 تايمز ال 6 24 ومعانا 2 يبقى 26 يبقى ال 6 وهنكاري اب 2. 4 تايمز 4 16 16 بلس 2 18، هنحط ال 8 ونكاري اب 1. 4 تايمز ال 5 20 ومعانا 1 يبقى 21. قبل ما اشتغل على ال 8 احط الزيرو هنا عشان ما انساهوش. 8 تايمز 7 56، نحط ال 6 وهنكاري اب 5. 8 تايمز ال 6 48 ومعانا 5 بعد ال 48 49 50 51 52 53، بنكتب ال 3 ونكاري اب ال 5. 8 تايمز ال 4 32، عد بعد ال 32 5 يبقى 37، نحط ال 7 ونكاري اب ال 3. 8 تايمز ال 5 ايكوال 40، 40 بلس 3 يبقى 43. يلا نعمل بلس. 8 بلس 0 ايكوال 8، 6 بلس 6 ايكوال 12 2 اند وي هاف 1، 1 بلس 8 ايكوال 9، 9 بلس 3 ايكوال 12، نحط 2 ونكاري اب 1. 1 بلس 1 ايكوال 2، 2 بلس 7 ايكوال 9، وبعد كده 2 بلس 3 ايكوال 5 وال 4 تنزل. المسألة اللي بعد كده 5 تايمز 9 45، نكتب ال 5 ونكاري اب ال 4. 5 تايمز ال 8 40، 40 بلس ال 4 44، حط ال 4 ونكاري اب ال 4. 5 تايمز 7 35، وعندي 4 يبقى 39، حط ال 9 ونكاري اب 3. 5 تايمز 6 30، 30 بلس 3 يبقى 33. هنا قبل ما اشتغل على الفور نحط الزيرو، اوعى تنساه. لو جيت نسيته واشتغلت المساله وقلت ال 4 تايمز 9 36 وحطيت ال 6 هنا، المساله هتطلع غلط معاك. 4 تايمز 9 36، نحط ال 6 ونكاري اب 3. 4 تايمز 32 بلس 3 يبقى 35، 5 وهنكاري اب 3. 4 تايمز 7 28 ومعانا 3 يبقى 31، حط ال 1 ونكاري اب 3. 4 تايمز 6 24 بلس 3 27. التايم تيبل لازم نحفظه كويس، ما ينفعش تغلط فيه ابدا او تكون فيه ضعيف، لازم تبقى حافظه كويس قوي. 5 بلس 0 ايكوال 5، 4 بلس 6 ايكوال 10، 0 هنكاري اب 1.
1 بلس 9 is 10 بلس 5 15 5 وهنكاري اب 1 1 بلس 3 is 4 بلس 1 is 5 3 بلس 7 10 0 وهنكاري اب 1 1 بلس 2 يديني 3 نيجي للي بعد كده 7 تايمز 5 7 تايمز 5 وهنكاري اب 3 7 تايمز 8 56 زود عليها 3 57 58 59 يبقى نكتب ال 9 ونحط ال 5 فوق ال 7 7 تايمز 7 49 نحط عليها 5 50 51 52 53 54 يبقى نكتب ال 4 ونحط ال 50 فوق الايه نحط ال 5 فوق ال 3 7 تايمز 3 21 بلس ال 5 يديني 26 قبل ما ننسى احط الزيرو 1 تايمز 5 يديني 5 1 تايمز 8 يديني 8 1 تايمز 7 يديني 7 والايه وال3 تنزل تعال نعمل اديشن 5 بلس الزيرو ايكوال 5 9 بلس ال5 14 نكتب ال4 ونكاري اب 1 1 بلس 4 is 5 بلس ال8 بعد ال8 9 10 11 12 13 يبقى 3 ونكاري اب 1 1 بلس 6 ايكوال 7 7 بلس 7 اكنها 7 تايمز 2 يديني 14 يبقى 4 ونحط 1 هنا 1 بلس 2 3 3 بلس 3 ايكوال كام؟ ايكوال 6 نيجي اللي بعد كده 3 تايمز 9 27 حط 7 ونكاري اب 2 3 تايمز 0 ايكوال 0 بلس 2 ايكوال 2 3 تايمز 0 ايكوال 0 3 تايمز 2 ايكوال 6 تعال نشتغل على ال 5 بس اوعى تنسى حط لي الزيرو الاول 5 تايمز ال 9 45 حط ال 5 ونكاري اب ال 4 5 تايمز 0 ايكوال 0 بلس ال 4 يديني 4 5 تايمز 0 يديني 0 5 تايمز 2 يديني 10 واخدين بالكم الديجيتس تحت بعضها دي اهم حاجه في المالتيبليكيشن لو كتبت وخطك جميل والديجيتس تحت بعضها مش هتغلط خالص 7 بلس 0 يديني 7 2 بلس 5 يديني 7 0 بلس 4 يديني 4 6 بلس 0 يديني 6 وال0 تنزل وال1 تنزل نيجي للي بعد كده 4 تايمز 4 تمام 16 6 اند وي هاف 1 ال1 نحطه هنا از كاري 4 تايمز 3 12 12 بلس ال1 13 حط ال3 ونكاري اب 1 4 تايمز 2 ايكوال 8 8 بلس 1 يديني 9 4 تايمز 7 28 هنشتغل على ده احط الزيرو الاول 3 تايمز 4 يديني 12 2 وعندي 1 از كاري 3 تايمز 6 ايكوال 9 بلس 1 يديني 10 يبقى 0 وهنكاري اب 1 ممكن تعمل دول كده عشان ما تتلخبطش 3 تايمز equal 6 plus 1 يديني 7 و 3 times ال 7 equal 21 لما تبقى الديجيتس تحت بعضها عملية الاديشن تبقى سهلة 6 plus 0 equal 6 3 plus 2 equal 5 9 plus 0 equal 9 8 plus 7 15 5 and we have 1 as a carry 1 plus 2 equal 3 plus 1 يديني 4 ونزل 2 نيجي اللي بعد كده المجموعة دي مهمة جدا 9 times 8 تمام 72 يبقى 2 ونكاري up 7 9 times 7 63 ومعايا 7 يبقى 70 0 ونكاري up 7 9 times 2 18 18 plus 7 25 5 ونكاري up 2 9 times 3 27 ومعايا 2 يبقى 28 29 حط ال 9 ونكاري اب 2 9 تايمز 2 18 حط على ال 18 2 يديني 20 حاجه اشتغل على ده نحط الزيرو 4 تايمز ال 8 32 نحط ال 2 ونكاري اب ال 3 نشطب دول عشان ما نتلخبطش الكارين الجديد اللي هو ال 3 4 تايمز 7 20 8 بلس 3 31 حط ال 1 ونكاري اب ال 3
4 تايمز 2 ايكوال 8، 8 بلس 3 11، حط ال 1 ونكاري اب 1. 4 تايمز 3 12 بلس 1 13، حط ال 3 ونكاري اب ال 1. 4 تايمز 2 ايكوال 8 بلس 1 ايكوال 9. نعمل اديشن، 2 بلس 0 ايكوال 2، 0 بلس 2 ايكوال 2، 5 بلس 1 ايكوال 6، 9 بلس 1 ايكوال 10، 0 هنكاري اب 1، 1 بلس 0 ايكوال 1 بلس 3 ايكوال 4، و2 بلس 9 ايكوال 11. نيجي للي بعد كده، 7 تايمز 1 ايكوال 7، 7 تايمز 2 14، 4 اند وي هاف 1 از ا ريمايندر، 7 تايمز 0 ايكوال 0 بلس 1 يديني 1، 7 تايمز 0 ايكوال 0، 7 تايمز 7 49 اديني 9 وهنكاري اب ال 4، 7 تايمز ال 6 ايكوال 42، نحط عليها 4 تبقى 46. انا بحل معاك كل المسائل عشان تبقى عارف بتحل ازاي. 8 تايمز 1 قبل ما اشتغلها احط الزيرو هنا، 8 تايمز 1 ايكوال 8، 8 تايمز 2 16، 6 اند وي هاف 1 از ريمايندر، 8 تايمز 0 يديني 0 ومعايا 1 احط ال 1، 8 تايمز 0 يديني 0، 8 تايمز 7 56 نحط ال 6 ونكاري اب ال 5، 8 تايمز 6 48 وعليها 5 تبقى 53، حط هنا ال 3 حط هنا الايه ال 5، يبقى هنا 7 4 بلس ال 8 12 2 وهنكاري اب 1، 1 بلس 1 is 2 بلس 6 is 8، 0 بلس 1 is 1، 9 بلس 0 is 9، 6 plus 6 is 12, 2 and we have 1. 1 plus 4 is 5, 5 plus 3 is 8. Will 5 تنزل. نيجي للي بعد كده. 3 times 9, 27. 7 ونكاري up 2. 3 times 0 equal 0. Plus 2 يديني 2. 3 times 2 equal 6. 3 times 5 equal 15. 5 وحنكاري up 1. 3 times 7 21 ومعنا 1 يبقى 22، نكتب 2 ونكاري اب 2. 3 times 4 12 نزود على 12 2 تبقى 14. نشوف اللي بعد كده، هشتغل على التنس احط 0 هنا، 2 times 9 18، 8 وهنكاري اب 1، 2 times 0 يديني 0 بلس 1 يديني 1، 2 times 2 يديني 4، 2 times 5 يديني 10، 0 ونكاري up 1، 2 times 7 14 plus 1 يبقى 15، 5 ونكاري up 1، 2 times 4 equal 8، 8 plus 1 يديني 9. يلا نعمل plus، هنا 7، 2 plus 8 equal 10، 0 ونحط هنا 1، 1 plus 6 is 7، 7 plus 1 is 8، 5 بلس 4 يديني 9، 2 بلس 0 يديني 2، 4 بلس 5 يديني 9، و 1 بلس 9 يديني ايه؟ يديني 10. بيقول لي find the product as in the example، ومديني الاكزامبل، ادي 37 تايمز ال 59. احنا من شويه كنا بنعملها vertical، هو هنا عامل ايه بقى؟ سايب لي ال 37 زي ما هي، وال 59 مقسمها لي ل 50 و 9. الطريقه دي زي ما احنا قلنا هناخدها السنة الجاية بصورة أوضح، ودي ليها اسم اللي هي الديستريبيوشن اوف ذا مالتيبليكيشن اوفر الاديشن، توزيع المالتيبليكيشن على الاديشن. اوكي، بس مفيش مشكلة لما ناخد فكرة عنها برضك دلوقتي. طيب بيحصل ايه هنا؟ بعد كده اخد ال 37 اعملها تايمز ال 50 لوحدها، واخد ال 37 تايمز ال 9 لوحدها، واللي يطلع نعمل لهم اديشن. يلا نشوف مع بعضينا مجموعة exercises. هنا 25 times ال 42، ال 25 سبناها زي ما هي، طب وال 42 عملنا ايه؟ قسمناها ل 40 بلس 2 اليونتس والتنس. ايه اللي يحصل بعد كده؟ ادخل ال 25 مرة مع ال 40 ومرة مع الايه؟ مع ال 2، يبقى 25 times ال 40 وبعد كده اقول بلس 25 تايمز ايه؟ تايمز 2. نعمل دي لوحديها ونعمل دي لوحديها.
لما نعمل دي لوحديها نتفق لما يكون في مالتبليكيشن وعندي زيرو احط الزيرو على الرايت، انا الزيرو الاول، وبعد كده اكني بقول 4 تايمز 25. 4 تايمز 25 سهله ومحفوظه، اللي هي 100. تيجي ازاي 4 تايمز 5 20 0 and we have 2 as a carry. بعد كده 4 تايمز 2 equal 8 بلس 2 equal 10. طيب 25 تايمز 2 يديني 50، ازاي 2 تايمز 5 equal 10 0 وهنكاري اب 1. 2 تايمز 2 equal 4 بلس 1 يديني 5. بعد كده نعمل بلس لل 1000 بلس ال 50، 0 بلس 0 يديني 0، 0 بلس ال 5 يديني 5. هنا خلاص خلصنا البليسز، يبقى نحط دول ايه، دول اللي بقوا ننزلهم، يبقى يديني 1000 and ايه and 50. اوكي طيب نفس الكلام هنا، ال 26 تايمز 174، ال 174 قسمناها ال 100 بلس 70 بلس ال 4. طب هنعمل ايه؟ هندخل دي مع دي بالتايمز، ونعمل دي مع دي تايمز، ونعمل دي مع دي تايمز. اوكي يبقى انا عندي 26 تايمز ال 100 بلس 26 تايمز ال 70 بلس 26 تايمز الايه ال 4، ونشوف دي هتبقى كام. 26 تايمز ال 100 ال 2 زيروز ينزلوا، و 1 تايمز 26 ب 26 هنا ننزل الزيرو، 7 تايمز 6 42 يبقى 2 وهنكاري 4، 7 تايمز 2 14 بلس 4 18 هنا 4 تايمز 6 ايكوال 24 ادي 4 وهنكاري 2، 4 تايمز 2 ايكوال 8 بلس 2 يديني 10. يلا نعمل اديشن، 0 بلس 0 بلس 4 يديني 4 اللي هي اليونتس، بعد كده التنس، 0 بلس 2 يديني 2 بلس 0 يديني 2. ناخد الهندردز، 6 بلس 8 يديني 14 بلس 1 يبقى 15، 5 وهنكاري اب 1، 1 بلس 2 is 3 بلس 1 is 4. نيجي اللي بعدها، هنا عكسنا يعني هنقسم ده الاول، يبقى 600 وبعد كده 10 وبعد كده 9. ناخد ده مره مع ده وده مع ده وده مع ده، يبقى 600 تايمز 36 وبعد كده ال 10 تايمز ال 36 وال 9 تايمز الايه ال 36. ده مره خدناه مع ده وده مع ده وده مع ايه مع ده. نعمل الاثنين دول مع بعض، الزيروز تنزل، 6 تايمز 6 ايكوال 36، نحط ال 6 وهنكاري اب 3، 6 تايمز 3 18 و 3 21. نيجي هنا 10 تايمز 36 نحط الزيرو، 1 تايمز 36 ب 36، 9 تايمز 36 9 تايمز 6 54، نحط ال 4 ونكاري اب ال 5، 9 تايمز 3 27 نحط عليها 5 تديك 32. يلا نعمل بلس، 0 بلس 0 بلس 4 يديني 4، 0 بلس 6 يديني 6 بلس 2 يديني 8، 6 بلس 3 يديني 9، 9 بلس 3 يديني 12 هيبقى 2 وهنكاري اب 1، 1 بلس 1 از 2 وال 2 الثانيه ايه تنزل. نيجي اللي بعد كده بيقول لي فايند ذا ريزلت اوف ايتش اوف ذا فولوينج، وسايبها لك مفتوحه، اشتغل بالطريقه اللي تعجبك. هنشتغل فيرتيكال لان دي الطريقه الاسهل اهو، يبقى 43 تايمز 35، 3 تايمز ال 5 15، 5 وهنكاري اب 1، 5 تايمز ال 4 20 ومعانا 1 يبقى 21. هشتغل على الديجيت اللي في التنس، يبقى نحط الزيرو هنا ما تنساهوش، 3 تايمز 3 اديني 9، 3 تايمز 4 12. نعمل بعد كده اديشن، 5 بلس 0 يديني 5، 1 بلس 9 10 0 وهنكاري اب 1، 1 بلس 2 3 بلس 2 يبقى 5 وينزل الايه؟ ال 1، يبقى هنا 1500 and ايه؟ and 5. نيجي اللي بعديها هنا، هنقول هنا 28 تايمز 94،
4 تايمز ال 8 32، حط ال 2 ونكري اب ال 3. 4 تايمز 2 ايكوال 8 بلس 3 يديني 11. حط الزيرو عشان هشتغل على الديجيت اللي في التنس. 9 تايمز ال 8 ايكوال 72، نكتب ال 2 وهنكري اب مين؟ وهنكري اب 7. 9 تايمز 2 ايكوال 18 بلس 7 يبقى 25. نعمل لها بلس 2 بلس 0 يديني 2، 1 بلس 2 يديني 3، 1 بلس 5 يديني 6، وال 2 ايه؟ وال 2 تنز. يبقى هنا 2632. نيجي هنا زي ما انتم شايفين بكتب الديجيتس تحت بعضها. 6 تايمز 2 12، 2 اند وي هاف 1. 6 تايمز 1 از 6 بلس 1 يديني 7. 6 تايمز 1 يديني 6. نيجي هنا 3 تايمز 2 يديني 6. 3 تايمز 1 خد بالك حط هنا 0 ما انساهوش. 3 تايمز 1 يديني 3. 3 تايمز 1 يديني 3. يلا نعمل بلس 2 بلس 0 يديني 2. 6 بلس 7 13. 3 وهنكري اب 1. 1 بلس 6 از 7 بلس 3 يديني 10. 0 وهنكري اب 1. 1 بلس 3 از ايه؟ از 4. نيجي نشوف بروبلم دي برضو عمليه مالتيبليكيشن، نحلها بالطريقه اللي احنا بنحبها. 378 تايمز ال 35. 5 تايمز ال 8 يديني 40. 0 وهنكري اب ال 4. 5 تايمز ال 7 35 بلس ال 4 36 37 38 39. يبقى نكتب ال 9 ونكري اب ايه؟ 3. 5 تايمز 3 15، حط على ال 15 3 يبقى 18. هشتغل على الديجيت اللي هو بتاع التنس، يبقى نحط 0 هنا في الاول. 3 تايمز ال 8 24، نكتب ال 4 ونكري اب الايه؟ ال 2. 3 تايمز ال 7 21 ومعانا 2 يبقى 23. نكتب ال 3 ونكري اب 2. 3 تايمز 3 9 و 2 يبقى 11. ونعمل لدول ايه؟ بلس. وزي ما انتم شايفين الديجيتس تحت بعضيها. هنا يبقى 0 9 بلس 4 13 3 ونكري اب 1. 1 بلس ال 8 يبقى 9 بلس 3 يبقى 12 2 ونكري اب 1. 1 بلس 1 از 2 بلس 1 از 3 وال 1 ايه؟ وال 1 ينزل. يبقى هنا 13230. نيجي اللي بعديها بروبلم اي 132 تايمز 78 75. 5 تايمز 2 ايكوال 10 0 ونكري اب 1. 5 تايمز 3 15 1 يبقى 16 6 وعندنا هنا ايه؟ انكري 1. 5 تايمز 1 يديني 5 بلس 1 يديني 6. هنا 7 تايمز 2 14. قبل ما اشتغل احط الزيرو ما انساهوش. 7 تايمز 2 14 4 وهنكري اب 1. 7 تايمز 3 21 و 1 يبقى 22 يبقى 2 وهنكري اب 2. 7 تايمز 1 يديني 7 ومعايا 2 فوق نحطهم على 7 تبقى 9. نعمل ايه هنا؟ نعمل بلس. هنا يبقى 0 6 بلس 4 10 0 وهنكري اب 1. 1 بلس 6 يبقى 7 بلس 2 يبقى 9 ونحط الايه؟ ال 9 التاني يبقى 9900. اللي بعد كده ايه تايمز ال 7 56، نحط ال 6 ونكري اب ال 5. 8 تايمز 6 48، 48 و5 يبقى 53، حط ال 3 ونكري اب ال 5. 8 تايمز 2 16، عد على ال 16 5 يديك 21. هنشتغل على ال 1 احط 0. 1 تايمز اي حاجه بيديني زيها، يبقى انا عندي هنا 7 6 اند 2. يلا نعمل بلس. 6 بلس 0 ايكوال 0. 3 بلس 7 ايكوال 10 0 هنحط هنا 1
1 بلس 1 is 2 بلس 6 يبقى 8 و 2 بلس 2 equal ايه؟ equal 4. يبقى هنا 4,806. نيجي اللي بعد كذا 508 times 85. 5 times 8 يديني 40. 0 and we have 4. 5 times 0 يديني 0 ومعايا 4 يبقى 4. 5 times 5 25. اجي اشتغل على الديجيت ده يبقى لازم احط هنا 0. 8 times 8 64. نحط ال 4 ونكاري اب ال 8 ونكاري اب ال 6. 8 times 0 يديني 0 بلس 6 يديني 6. وبعد كده 8 times 4 يديني ايه؟ يديني 40. نعمل بلس 0 بلس 0 4 بلس 4 يديني 8. 5 بلس ال 6 يديني 11. حط ال 1 ونكاري قبل ايه؟ ال 1. 1 بلس 2 يديني 3 بلس 0 يديني 3 وال 4 ايه؟ وال 4 تنس. يبقى 43,180. يلا اللي بعديها 209 times 55. 5 times 9 45. يبقى نحط ال 5 ونكاري اب ال 4. 5 times 0 يديني 0 وعندي 4 نكتب ال 4. 5 times 2 equal 10. هاجي اشتغل على ده احط الزيرو. طب خد بالك ما انت هتعمل نفس ال 5 تايمز ده وانت جايبهم هنا، يبقى يعني ممكن اكتبهم من هنا تاني 5 4 0 1. ونعمل بعد كده اديشن 5 بلس 0 يديني 5. 4 بلس ال 5 يديني 9. 0 بلس 4 يديني 4. 1 بلس 0 يديني 1 وال 1 ايه؟ وال 1 ينزل. يبقى 11,438,95. يلا هنا 436 times 19. 9 times 6 54. نحط ال 4 ونكاري ال 5. 9 times 3 27. حط على 27 5 يديك 32. حط ال 2 حط ال 3 4. 9 times 4 36 عليها 3 يبقى 39. 1 هشتغل على 1 احط 0. 1 times 6 equal 6. 1 times 3 equal 3. 1 times 4 equal ايه؟ equal 4. حط بلس ونعمل اديشن 4 بلس 0 2 بلس 6 9 بلس 3 12 2 and we have 1. 1 بلس 3 is 4 بلس 4 is 8. يبقى هنا يديني 8,284. نيجي نشوف اللي بعديهم. هنا اللي بعديهم بيقول لي 50 times 900 equal كام تنس؟ التنس دي يعني ايه؟ يعني equal كام times 10 او groups of tens. طيب نيجي نشوف ال 50 times 900. انا عندي هنا numbers بعمل لها multiplication وفيها zeros. نعمل ايه؟ ننزل الزيروز الاول. كام زيرو هينزل؟ 1 2 3. يبقى نزل 1 2 3 و 5 times 9 45. يعني الاثنين دول بيدوني كام؟ 45,000. طب ال 45,000 ايكوال كام تنس؟ احنا قلنا نعمل ايه؟ نشيل 0. طالما قال لك تنس يبقى اشيل 0. يبقى هتيكوال 40,500 تنس. نيجي نشوف هنا 30 times 40 ايكوال كام هندردز؟ hundreds دي يعني ايه؟ يعني groups of الايه؟ ال 100. تمام؟ طيب 30 times 40 انا عندي 2 zeros ينزلوا و 3 times 4 يديني 12. طيب يبقى ال 1200 فيهم كام hundreds؟ على طول ال hundreds فيها كام zeros؟ فيها 2 zeros. يبقى اشيلهم من هنا كده. يبقى يبقى كام؟ يبقى 12. يبقى هنا 1200. exercise 8 بيقول لي choose the correct answer between brackets. مسألة multiplication هنحلها ونتشوز الانسر. هنا 75 times 23. 3 times 5 15. 5
وحن carry up مين 1 3 times 7 21 plus 1 يبقى 22 2 times 5 equal 10 لو هتحط الزيرو هنا هيتحط هنا بس في زيرو اصلا موجود هنا يبقى 0 وحن carry up 1 2 times 7 14 و 1 يبقى كام 15 نعمل plus 5 plus 0 يديني 5 2 plus 0 يديني 2 2 plus 5 يديني 7 وال 1 ايه وال 1 يس يبقى فين الانسر المظبوطه هي ايه هي دي اللي بعديها 58 times 22 2 times 8 16 6 and we have 1 2 times 5 10 و 1 يبقى 11 هشتغل على ده يبقى احط 0 هنا طب ما انا لسه عامل 2 times الكلام ده اللي هو ب 116 يبقى اكتبها تاني ونعمل بلس 6 بلس 0 6 1 بلس 6 7 1 بلس 1 2 وال 1 ايه وال 1 تنزل يبقى هي دي اللي بعديها 116 times 12 2 times 6 12 2 and we have 1 2 times 1 equal 2 plus 1 يديني 3 و 2 times 1 يديني 2 حط الزيرو اوعى تنسى 1 times 6 equal 6 1 times 1 equal 1 1 times 1 equal ايه equal 1 نعمل بلس 2 plus 0 3 plus 6 equal 9 2 plus 1 equal 3 وال 1 ايه وال 1 يانس يبقى هي التشويس دي اللي بعد كده 228 times 24 4 times 8 يديني 32 يبقى نحط ال 2 ونكاري اب 3 4 times 2 equal 8 8 و 3 يبقى 11 حط ال 1 ونكاري اب ال 1 4 times 2 equal 8 plus 1 يديني 9 حط ال 0 2 times 8 16 6 وحنكاري اب 1 2 times 2 يديني 4 ومعايا 1 يبقى 5 2 times 2 يديني 4 هنعمل بلس 2 بلس 0 1 بلس 6 9 بلس 5 14 4 وهنكاري اب 1 1 بلس 4 يبقى 5472 يبقى هي دي تعال نشوف اكسرسايز اي نفس الكلام هنعمل عمليه ملتبليكيشن 236 تايمز 72 2 تايمز 6 12 2 and carry up 1 2 times 3 equal 6 plus 1 يديني 7 2 times 2 equal 4 7 times 6 حط 0 يبقى 42 حط 2 when carry up 4 7 times 3 21 نزود عليها 4 يبقى 25 نكتب 5 when carry up 2 7 times 2 14 plus 2 يبقى 16 نعمل بلس 2 بلس 0 يديني 2 7 بلس 2 يديني 9 4 بلس 5 يديني 9 وننزل ال 6 وننزل ال 1 نيجي نختار نلاقي هي دي اللي بعديها 36 6 times 8 48 يبقى 8 وهنكاري اب 4 6 times 6 36 plus 4 يبقى 40 حط ال 0 ونكاري اب ال 4 6 times 3 18 18 plus 4 يديني 22 بعد كده هشتغل على ده يبقى احط 0 3 times 8 24 4 ونكاري اب ال 2 3 times 6 18 plus 2 20 يبقى 0 ونكاري اب 2 3 times 3 9 و 2 يبقى 11
احط هنا بلس 8 بلس 0 يديني 8، 0 بلس 4 يديني 4، 2 بلس 0 يديني 2، 2 بلس 1 يديني 3، وال1 ينزل. نيجي نختار نلاقيها هي ايه؟ هي دي. نيجي اللي بعد كده اكسرسايز 9 بيقول لي بوت كوركت فور ذا كوركت ستيتمنت وفولس فور ذا انكوركت 1. طبعا هنعملهم كلهم ونشوف الانسر زي دي ولا لا. هنا 35 تايمز مين؟ تايمز 11. 1 تايمز ال5 يديني ال5، 1 تايمز 3 يديني 3. ما ننساش نحط هنا 0. 1 تايمز 5 يديني ال5، 1 تايمز 3 يديني كام؟ يديني 3. نعمل بلس، هنا يديني 5، هنا يديني 8، هنا يديني ايه؟ يديني 3. مظبوط، نفس الريزلت دي هي دي. يبقى دي ايه؟ يبقى دي از كوركت. نيجي هنا 86 تايمز 42، 2 تايمز 6 از 12، يبقى 2 ونكاري اب 1، 2 تايمز ال 8 16 و1 يبقى 17، 4 تايمز ال 6 24، يبقى 4 حط هنا 0 يبقى 4 ونكاري اب 2، 4 تايمز ال 8 32 ومعايا 2 يبقى 34. نعمل البلس يديني 2، 7 و 4 11، 1 اند وي هاف 1، 1 و 1 يبقى 2 ومعانا 4 يبقى 6، وال 3 ايه؟ وال 3 تنزل. هنا 3600، هنا 3500، يبقى دي ايه؟ دي از فولس. اللي بعد كده 67 تايمز 75، 5 تايمز 7 35، 5 ونكاري اب ايه 3، 5 تايمز 6 30 بلس 3 تبقى 33. بعد كده نحط هنا 0، 7 تايمز 7 49 يبقى 9 ونكاري اب ال 4، 7 تايمز ال 6 42 ونحط عليها 4 تبقى 46. نعمل اديشن يديني هنا 5، 3 بلس 9 12 يبقى 2 ونحط هنا 1، 1 بلس 3 is 4، 4 بلس 6 is 10، 0 ونحط هنا 1، 1 بلس 4 is ايه؟ is 5. دي طبعا مش زي دي، يبقى دي is false. نشوف اللي بعديها 118 تايمز 32، 2 تايمز ال 8 16، 6 اند وي هاف 1، 2 تايمز 1 ايكوال 2 بلس 1 يديني 3، و2 تايمز 1 ايكوال 2. هشتغل على الديجيت اللي في التنس يبقى احط 0 هنا، 3 تايمز ال 8 24 يبقى 4 ونحط هنا ايه؟ ونحط هنا 2، 3 تايمز 1 يديني 3 بلس 2 يديني 5، 3 تايمز 1 يديني 3، 6 بلس 1 يديني 6، 3 بلس 4 يديني 7، 2 بلس 5 يديني 7، وال 3 تنزل. طبعا دي مش زي دي، هنا 3700، هنا 3600، يبقى الستيتمنت دي ايه؟ دي كده is false. هنا يقول لي put less than greater than or equal in the blanks. تعال نشوف من غير كده ما نحاول نعملها من غير ما نشتغلها، نشوف مين اللي هيبقى greater than الطرف التاني، نشوف مين اللي هيبقى أكبر من مين. أنا عندي هنا 38 times A times 16، يعني ال 38 دي أنا قررتها 16 times، وعندي هنا 380 times 16، يعني الطرف ده ال 380 قررتها 16 times. يبقى مين الجريتر؟ واضح طبعا ان ده هيكون الجريتر لان الرقم ده كبير، اتكرر اتعمل له اديشن 16 تايمز، وهنا الرقم ده اتعمل له اديشن 16 تايمز، مين اللي هيبقى اكبر؟ واضح ان ده هيبقى اكبر. طب نيجي نشوف هنا، هنا في عندي 67 وعندي هنا 67، هنا عملت لها تايمز 63، يعني عملت لها بلس على نفسها 63 تايمز، وهنا عملت لها تايمز 36، يبقى مين اللي اكتر؟ طبعا ده اكتر عشان ده اكبر من ايه؟ اكبر من ده، يبقى كده. طب نيجي نشوف هنا 328 تايمز 64، وهنا 321 تايمز 58.
طب بص كده، ال 328 greater than ال 321 وال 64 greater than ال 58. يعني تو نمبرز كبار وتو نمبرز هنا صغيرين، دول اتعمل لهم مالتيبليكيشن، يبقى لازم الريزلت هتبقى اكبر من ايه؟ اكبر من ده. طب يلا هنا 261 tens، يعني 261 تايمز 10 اللي هي كده 2610، ودي 2160. يبقى مين الجريتر؟ 1000 قد 1000، لكن ال 100 هنا اكبر من ال 100 هنا، يبقى دي كده. نيجي نشوف اللي بعديها 30 تايمز 1400، نحط كام زيرو؟ عندي 1 2 3، نحط 3 زيروز. 3 تايمز 4 12 2 اند وي هاف 1. 3 تايمز 1 يديني 3 و1 يديني 4. طيب ده اكبر ولا 42000؟ 42000 يعني كده، يعني 42 تايمز 1000، يبقى الاثنين ايه؟ الاثنين قد بعض. طب نيجي هنا 47 تايمز 88، وعندي هنا 4136. هنا ممكن نقسمها، يعني نخليها 47 تايمز 80 زي ما اتعلمنا، بلس 47 تايمز ال 8، نشوف دي هتبقى كام. نحط الزيرو، 8 تايمز 7 56، نحط ال 6 ونكاري 5. 8 تايمز 4 32، 32 بلس ال 5 تبقى 37، نعمل عليها بلس 8 تايمز 7 56، 6 ونحط هنا 5. 8 تايمز 4 32 وعندي هنا 5، يبقى 37. ليه هت ايكوال ايه؟ هنا 0 بلس 6 ايكوال 6، 6 بلس 7 13 3 اند وي هاف 1، 7 بلس 3 ايكوال 10 1 يبقى 11 1 and we have 1، 1 plus 3 equal كام؟ equal 4، يبقى دي زي دي بالظبط، والاثنين دول ايه؟ equal. نيجي اللي بعد كده، طيب هسيب دي كده دي ودي، تعملهم homework، يعني اعمل دول واعمل دول وشوف هيطلعوا معاك كام. نيجي اللي بعد كده، in each of the following finds a missing digit. طبعا سهلة جدا، لان انا دي اكني بعمل عمليه ايه؟ مالتيبليكيشن. هنعمل دي ونسيب دي ودي ايه؟ دي ودي هوم ورك، وهسيب دي ودي كمان، لان دي اكنها عمليه مالتيبليكيشن عاديه خالص. هنحل مع بعضينا دي ودي. هنا 4 تايمز 7 28 8، وعندنا هنكاري اب 2. 4 تايمز ال 6 يديني 24، وعندي 2 يبقى 26. حط هنا الزيرو على طول. 7 تايمز 7 49، حطينا ال 9 وهنكاري اب ال 4. 7 تايمز 6 42، وعندنا 4 يبقى 46. يلا نعمل بلس 8 بلس 0 يديني 8، 6 بلس 9 15 5 وهنكاري اب 1، 1 بلس 2 يبقى 3 بلس 6 يبقى 9، وال 4 ايه؟ وال 4 تنزل. طبعا دي ودي 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 سهلين جدا، اكنك بتعمل مالتيبيكيشن عادي خالص. طب تعالى نشوف النمبر اف. 7 تايمز ال 5 يديني كام؟ يديني 35. حطينا ال 5 وهنكاري اب ايه؟ 3. 7 تايمز 4 يديني 28. 28 بلس 3 29، 31 يبقى 1 وهنكاري اب ايه؟ 3. بص بقى هنا 7 تايمز ايه بلس ال 3 يديني 45. تعال نشوف الاول، نشيل ال 3 من ال 45، لان اللي هيطلع هنحط عليه 3. لما اشيل ال 3 من ال 45 يديني كام؟ يديني 42. طيب يبقى 7 تايمز ايه يديني 42؟ 7 تايمز ال 6، يبقى 7 تايمز ال 6 42، ونحط عليها 3 يديني كام؟ يديني 45. نيجي نشوف مع بعضينا اكزامبل 12، وده من الاكزامبلز المهمة جدا جدا جدا، ويعتبر الاكزامبل ده انت هتاخده السنة الجاية درس كامل، يعني درس كامل السنة الجاية. الاكزامبل ده عايز يعلمنا ايه؟
انت بتعمل multiplication 2 times 17 times 5. هو عايز يعلمك لما تعمل multiplication ل 3 numbers تحاول تبدأ ب 2 numbers يدوك حاجة فيها zeros. زي مين؟ يعني 2 times 5 يديني 10. لو لقيت 2 5 أبدأ بيهم الأول. هناخد بعض الحاجات كده لازم تحفظها. 2 times 5 4 times 25 ده بيديني 100. ايه كمان؟ 5 times 20 ده بيديني 100. ايه كمان مشهورة قوي لازم تعرفها؟ ال 8 times 125 يديني 1000. دي كده مهمة لازم تعرفها كويس. دي الحاجات المشهورة اللي بتقابلك. تعال نشوف هنحل مع بعضينا ازاي. يعني انا عندي هنا 5 times 76 times 820. ابدأ بمين؟ نبدأ بالتو نمبرز اللي يدوني زيروز، اللي هي حاجات فيها زيروز، اللي هم مين؟ ال 5 وال 20. يبقى ناخد ال 5 وال 20 نحطهم مع بعضهم كده بتوين براكت. يبقى معايا مين؟ يبقى 76. طيب ال 5 تايمز 20 بيديني ايه؟ يديني 100. ونكتب ال 70 ايه؟ 6. طيب ده يديني ايه؟ نحط ال 2 زيروز و 1 تايمز 76 ب 70 ايه؟ 76. شفتوا بقت سهله ازاي؟ يبقى انا لما اختار 2 نمبرز يدوني حاجات فيها زيروز يبقى المساله بتبقى سهله معايا. طب زي هنا شفت بعينك ال 8 وشفت ال 125 تاخدهم مع بعض على طول ويبقى مين؟ ال 31. طب انا لما خدتهم مع بعض استفدت ايه؟ استفدت ان انا عارف ان ال 8 تايمز 125 يديني 1000. وادي ال 30 ايه؟ وادي ال 31. يبقى لما نيجي نعمل ملتيبليكيشن ننزل كل الزيروز و 1 تايمز 31 ب 30 ايه؟ 31. نيجي نشوف اللي بعديها. هنا 25 و 59 و 4 نختار مين مع مين؟ نختار ال 25 مع ال 4. جميل. يبقى هنا ال 59 ودول كده نحطهم بتوين براكتس يعني نضمهم مع بعض. طيب 25 تايمز ال 4 يديني ال 100 وهنا يبقى تايمز كام؟ 59. يبقى ننزل ال 2 زيروز وال 59. شفتوا بقت سهله ازاي؟ بدل ما تعمل 25 تايمز 59 الاول هتبقى كبيره قوي. يبقى انا اختار النمبرز اللي تديني زيروز. طب هنا ناخد مين مع مين؟ ناخد ال 20 مع ال 50 ونخلي ده في الاخر. طيب ال 20 وال 50 يدوني ايه؟ 2 زيروز و 2 تايمز 5 يديني 10. وعندي هنا 69. نحط ال 3 زيروز وال 69. تعال نشوف هنا ناخد مين مع مين؟ ناخد ال 5 مع ال 2 ونسيب ده في الاخر. طيب خد بالك هنا البراكتس هنا يبقى نحط ده الاول وهنا 5 تايمز 2. 5 تايمز 2 يديني 10 وناخد هنا 277 تايمز 10 نحط الزيرو 277. نيجي هنا ناخد مين مع مين؟ ناخد ال 4 مع 250. ليه؟ عشان ال 4 تايمز 250 بتيكوال 1000 لازم نحفظها. يبقى ناخد هنا وهنا الجروبز هنا يبقى نحط هنا ال 4 وال 250 ونحط هنا 83. يبقى هنا 83 وهنا 4 250. يبقى هنا 83 تايمز 1000 نحط 3 زيروز 83. الاكسرسايز ده انا عايزكم تعرفوا ايه هي النمبرز اللي بعملها ملتبليكيشن تديني حاجات فيها زيروز. نيجي نشوف اكسرسايز 13. بيقول لي choose the closest number to the correct answer without performing the multiplication. يعني فكر كده بدماغك. انا عندي ال 25 وال 4 يدوني كام؟ يدوني 100. وعندي ده يبقى انا عندي اكنها كده. مين اقرب حاجه للنمبر ده؟ هل ال 9000 ولا ال 10000 ولا ال 110000؟ واضح طبعا 110000. تعال نشوف هنا 40 و 50 لما اجي اعمل لهم تايمز يديني ايه؟ يديني 2000. هنزل ال 2 زيروز و 5 تايمز ال 4
اديني 20. طب لما اجي اعمل لها تايمز 75 بتيكوال كام ثاوزندز؟ اولا عشان نشوف كام ثاوزندز يبقى لازم اشيل 3 زيروز، يبقى معايا مين؟ ال 75 تايمز 2. 75 تايمز 2 اللي هي تديني كام؟ 2 تايمز 5 10 0 اند وي هاف 1. 2 تايمز 7 14 و 1 15. مين اقرب؟ 300 ولا 200 ولا 500؟ لا طبعا الاقرب اللي هي ايه؟ 200. طب نيجي نشوف هنا، هنا عندي 100. طب ده قريب من ال 100 99، ما تيجي نعتبرها 100. انا ممكن اعتبر دي ايه؟ 100. يبقى انا عندي احط 4 زيروز جنب ده، يبقى نيجي نشوف هنا اللي هي ايه؟ 980,000 اللي هي قريبه من مين؟ ال 1 مليون. طب نيجي هنا 128 تايمز 48 تبقى قريبه من مين؟ طب انا اعتبر دي، ممكن نقرب دي نخليها ايه؟ نخليها 50. طب لو خليت دي 50 هنحط الزيرو، 5 تايمز 5 25، يبقى انا عندي 5 ونحط هنا 2، 5 تايمز 2 10 و2 12، يبقى عندي هنا 2 ونحط هنا 1، 5 تايمز 1 5 1 ايكوال 6. يبقى انا عملت زي ابروكسيميشن، قربت كده الايه؟ النمبر ده عشان احط فيه زيروز. يبقى انا عندي هنا 6200 و200، قرب بقى مين؟ هيبقى قرب ال 5000 ولا 6000 ولا 7000؟ واضح ان هي قرب الايه؟ ال 6000. تعالوا بقى نشوف مع بعضينا اهم جزء في الاكسرسايز، الوورد بروبلمز. الوورد بروبلمز هي اللي بتعرفك انت فهمت الدرس ولا لا. المسائل كلها اللي هتيجي بعد كده في الاكزامز هتبقى معظمها word problems، لازم تفهم المسألة كويس وتعرف هل هي addition، هل هي subtraction، هل هي multiplication or division. طيب نقرأ المسألة مع بعضينا كويس ونحاول نفهمها ونشوف هي عبارة عن ايه. بيقول لي محمد saves، saves يعني حوش او ادخر 3445 monthly. monthly دي يعني ايه؟ يعني كل شهر. monthly دي يعني كل شهر، كل شهر بيحوش المبلغ ده. طيب بيقول لي كالكوليت، احسب هاو ماتش ماني، قد ايه الفلوس هي سيفز ان 9 مانثز. يبقى هو هيحوش قد ايه في 9 مانثز؟ هل نقول ده بلس ده؟ لا طبعا، هو كل مانث هيحوش ايه؟ ده. يعني هقول ده بلس ده بلس ده، نفس الكلام ده هكرره 9 تايمز. يبقى طالما بنكرر، احنا عارفين ان المالتيبليكيشن عباره عن ريبيتد اديشن، بكرر عمليه الاديشن، يبقى على طول اعمل ايه؟ اعمل ده تايمز ده. يبقى هي سيفز او محمد سيفز ايه؟ 9 تايمز 3455 اللي هي هتيكوال كام؟ 9 تايمز ال 5 45، يبقى 5 وهنكاري اب ال 4، 9 تايمز ال 5 45 ومعانا 4 تبقى 49، يبقى 9 وهنكاري اب ال 4، 9 تايمز ال 4 36 بلس ال 4 يبقى 40، 0 وهنكاري اب 4، 9 تايمز 3 27 بلس ال 4 31. لازم نكتب هنا ايه يبقى؟ بيسترز. اللي بعد كده برايمري سكول، يعني مدرسه برايمري ابتدائي، is formed of، متكونه من او موجود فيها 19 classes، عندي 19 فصل، of 45 pupils each. يبقى انا عندي 19 classes، كل class في 45 pupils، يبقى كلهم قد ايه؟ عايزين التوتال نمبر اوف ذا pupils. يعني معنى كده هقول 45 بلس 45 بلس 45 19 تايمز، يبقى دي عملية ملتبليكيشن، يبقى التوتال نمبر اوف بيوبلز هتيكوال ايه؟ هتيكوال ال 45 تايمز كام؟ ال 19 اللي هتيكوال الاتي. نيجي نعملها في الدرافت،
9 تايمز ال 5 45 يبقى 5 وهنكاري اب ال 4. 9 تايمز ال 4 36 و 4 تبقى 40. بعد كده نحط هنا 0. 1 تايمز ال 5 ايكوال 5. 1 تايمز ال 4 ايكوال 4. 5 بلس 0 ايكوال 5. 0 بلس 5 ايكوال 5. 4 بلس 4 ايكوال 8. يبقى انا عندي 855. لازم اكتب هنا دول عباره عن ايه؟ دول عباره عن بيوبلز. اللي بعديها بيقول لي امان بوت 398 meters of clothes for 45 pound per meter. يعني هو اشترى 399 meters كل متر ب 45. يبقى كله قد ايه؟ يبقى لازم اعمل ده تايمز ده. يبقى التوتال كوست ايكوال 398 تايمز الايه؟ ال 45 اللي هي هتكوال الايه؟ نعملها هنا في الدرافت. five times the 840 zero حط هنا 4. five times the 945 4 49 9 حط هنا 4. five times the 315 حط على 15 4 تبقى 19 حط هنا 0. four times the 832 حط 2 ونكري اب 3. four times the 936 و 3 يبقى 39 حط هنا 3. 4 times 3 12 ومعانا 3 تبقى 15. يبقى عندي هنا 0 عندي هنا 1 وهنكاري 1 عندي هنا 19 9 وهنكاري 1 11257 ونحط هنا 1 يبقى 17910 A Egyptian pound. نيجي اللي بعد كده المينستري اوف اديوكيشن الوزارة بتاعت التعليم distributed يعني وزعت 425 computers for each administration. 425 computer على كل مؤسسة. طب عايز total number of computers for 12 administrations. يعني لو حدي 12 administrations يبقى كل الكمبيوترز قد ايه؟ يبقى ده times ايه؟ times 12. يبقى total number of computers هي equal 425 times ال A 12. نعملها هنا كده 2 times 5 is 10 0 and we have 1. 2 times 2 is 4 plus 1 يديني 5 و 2 times 4 is 8 حط 0 1 times ده يديني يبقى 5 2 4 نعمل plus 0 0 and we have 1 1 plus 8 9 و 2 11 حط 1 1 يديني هنا ايه يبقى هتيكوال معانا 5100 ايه كمبيوتر. نيجي اللي بعد كده بروبلم اي بيقول لي افعلي اند 29 باسنجرز. باسنجرز يعني مسافرين. ترافلد ترافلد يعني سافروا تو هورجادا سيتي للغردقه باي ايجيبشن ايرلاينز بمصر للطيران. سافروا بالطيران للغردقه. The price of the ticket سعر التذكرة was 215. How much money did all the passengers pay? خد بالك هما كم واحد؟ المسألة دي مهمة. عشان هو في الأول بيقول لك علي. علي ومعاه 28 ومعاه 29. يبقى هما كلهم كام؟ يبقى هما كلهم 30. يبقى التوتال ماني زي بيد هيبقى كام؟ هيبقى 215 تايمز 30. يبقى ذا توتال ماني هي ايكوال 215 تايمز الايه؟ ال 30. حط الزيرو على الرايت. 3 تايمز ال 5 15 5 اند وي هاف 1. 3 تايمز 1 ايكوال 3 و1 يديني 4. وبعد كده 3 تايمز 2 ايكوال كام؟ ايكوال 6. ده عباره عن ايه؟ عباره عن ايجيبشن باوند. نيجي نشوف بروبلم اف. بيقول لي in one of their happy occasions يعني في احدى المناسبات السعيده occasions يعني مناسبات a family boat
بوت يعني اشترت 18 كيلوغرامز اوف ميت، ميت يعني لحمه، يعني في عائله اشترت 18 كيلوغرامز اوف ميت فور 140 باوند فور كيلوغرام، يعني كل كيلوغرام ب 140 باوند. و 16 ليترز اوف الجوس، واشترت 16 ليترز من الجوس، كل لتر بكام؟ ب 20 باوند. هاو ماتش ماني ديد زي باي؟ دفعوا قد ايه؟ اه يبقى هنا كل حاجه ليها سعر. انا عندي الميت ليها سعر، يعني ال 18 كيلوغرام دول سعرهم كام؟ ال 1 كيلوغرام ب 140، وال 16 ليترز ال 1 لتر بكام؟ ب 20. يبقى لازم احسب دول واحسب دول، وبعد كده نعمل لهم ايه؟ اديشن هم الاثنين على بعض. يبقى ذا توتال ماني عباره عن ايه بقى؟ هيبقى 140 اللي هو ده تايمز ال 18، الكلام ده بلس، ده كده يديني سعر ال 100 بلس 20 تايمز 16 لترز، ده يديني سعر الايه؟ الجوس، اللي هو هيكوال الاتي. تعالى ناخد دي فوق على لوحدها هنا، 140 تايمز ال 18، 8 تايمز 0 يديني 0، 8 تايمز 4 32 هيبقى 2 and we have 3، 8 تايمز 1 ايكوال 8 و 3 11. نحط هنا زيروز، 1 تايمز 140 ب 140 يبقى 0 2 5 2، يبقى هنا عندي 2520. الكلام ده بلس، نحط هنا 20 تايمز 16، نحط الزيرو، 2 تايمز 6 ايكوال 12، 2 اند وي هاف 1، 2 تايمز 1 ايكوال 2 بلس 1 ايكوال 3. هنعمل الاثنين بلس، 0 بلس 0 يديني 0، 2 بلس 2 يديني 4، 5 بلس 3 يديني 8، وال 2 تنزل. ده ايه ده؟ ده ايجيبشن باوند. نيجي نشوف البروبلم اللي بعد كده. A man wanted to build a house. Build يعني يبني. For his family. He bought, اشترى 15 tons of building steel. اشترى 15 طن من الحديد. كل طن بكام؟ 12,500. And 55 tons of cement. اشترى اسمنت 55 طن. الطن بكام؟ 990. How much money did he pay؟ يبقى انا لازم اعمل multiplication لل 15 طن بتوع الستيل في سعرهم، وبعد كده السمنت الاسمنت هم 55 طنز في البرايس بتاعهم، يبقى ده تايمز ده وده تايمز ده، والاثنين اعمل لهم بلس، يبقى التوتال ماني هتيكوال معانا 15 طن. الطن الواحد بكام؟ 12,500. الكلام ده هيبقى بلس هنا 55 طنز من السمنت تايمز كام؟ 990. يبقى هيكوال كام؟ اعمل دي واعمل دي واعمل لهم الاثنين بلس، شوف هيطلع كام. نيجي اللي بعد كده. التريدر، تريدر يعني تاجر. بوت يعني اشترى 25 فريدجز، اشترى 25 تلاجة. البرايس اوف افريدج الواحدة تمنها ايه؟ 1245. والكوست اوف ترانسبورتيشن اللي هو النقل، اكسبنسز الترانسبورتيشن اكسبنسز يعني مصاريف النقل، كانت كام؟ 175 باوندز. ده الكل، يعني هم كلهم اتنقلوا بالايه؟ بالمبلغ ده. عايز التوتال ماني ذات ذا تريدر بيت، دفع قد ايه؟ يبقى التوتال ماني هيكوال الاتي، يبقى عدد التلاجات تايمز الايه؟ البرايس بتاع كل واحده، واللي يطلع نعمل عليه ايه؟ نزود على كل دول 170 ايه؟ 75. دي هنسيبها لكم بردك ايه هوم ورك، تعمل دي كده تشوف هيطلع كام، يعني تعمل لي دي كده شوف هيطلع كام،
ونعمل له بعد كده اديشن على 175 اللي يطلع يبقى هو ده الايه؟ التوتال ماين. نيجي نشوف اللي بعد كده. سارة بوت، سارة اشترت a living room يعني اودت ايه؟ اودت living room. She paid دفعت 2850. Then she paid 20 installments each of 250. يعني ايه installments؟ installments يعني قسط. يعني في عندي 20 قسط. قسط يعني ايه؟ بدفع جزء كل شهر. يعني هي في الاول دفعت المبلغ ده، المبلغ ده بنسميه ديبوزيت او المقدم. يعني دفعت مبلغ في الاول وبعد كده في جزء تاني قسمته تدفع جزء كل شهر. يبقى الليفنج روم كلها بكام؟ يبقى لازم الليفنج روم عباره عن ايه؟ عباره عن المقدم بالاضافه الى كل المبلغ اللي اتقسط. يبقى التوتال ماني هيكوال المبلغ اللي هو المقدم بلس بلس مين؟ الاجزاء اللي هي المتقسطه اللي هم كام؟ 20 انستولمنتس 20 قسط، الواحد منهم بكام؟ 250 اللي هي هتيكوال كده بلس انا عندنا 2 زيروز 2 تايمز 5 10 0 and 2 have 1 2 تايمز 1 از 4 بلس 1 يديني 5 هتيكوال 0 بلس 0 يديني 0 5 بلس 0 يديني 5 8 بلس 0 يديني 8 2 بلس 5 يديني 7 ال ايه؟ ال اي. يبقى السعر بتاع الليفنج روم 7850. نيجي نشوف البروبلم اللي بعد كده. بيقول لي ميرشنت، ميرشنت يعني تاجر. هاد 2464 باونس مع المبلغ ده. هي بوت 35 بوكسز اوف سوفت درينك فور 47 ايتش. How much money was left with him؟ اتبقى معاه قد ايه؟ يبقى هو ده المبلغ اللي كان معاه في الاول. طب نشوف هو دفع قد ايه؟ يبقى دفع قد ايه فور السوفت درينك؟ The money he paid اللي دفعها for the soft drink هت equal معنا ايه؟ هتيكوال معانا ال 35 بوكسز تايمز الايه 47 ايتش اللي هي هتيكوال كام؟ 35 تايمز ال 47 7 تايمز 5 35 5 اند وي هاف 3 7 تايمز 3 21 21 و 3 يبقى 24 نحط الزيرو بتاعنا 4 تايمز 5 20 0 اند وي هاف 2 از ا ريمايندر 4 تايمز 3 12 ومعانا 2 يبقى 14 يبقى نعمل بلس يبقى عندي هنا 5 و4 و6 و1 يبقى دول بكام؟ دول ب 1645 يبقى بقى معاه كام؟ يبقى ذا ماني ليفت هت ايكوال المبلغ الاولاني اللي كان معاه نشيل منهم الحاجات اللي هو اشتراها 5 minus 5 يديني 0 6 minus 4 يديني 2 4 minus 6 ينفع ما ينفعش ال 4 لسه نال 6 يبقى ناخد 1 من ال 2 تبقى 1 وال 4 تبقى 14 minus 6 نكاونت من بعد ال 6 لحد ما نوصل لل 14 7 8 9 10 11 12 13 14 بص على ايدك هتلاقيك عديت 8 fingers و 1 minus 1 يديني 0 يبقى اللي يبقى معاه 820 باونس. نيجي نشوف اللي بعد كده. مسائل السينك اند انسر. المسائل دي مهمه لانها بتخليك تبقى قوي في الماثيماتكس. انا هحل لك بروبلم ايه وهنسيب بي وسي از ا هوم ورك ولازم تحاول فيهم. يعني بي وسي لازم تحاول فيه. طيب نيجي نشوف مع بعضين. 4 تايمز 4 16 هيبقى 6 وهنكاري اب ايه 1 4 تايمز 2 ايكوال 8 8 بلس 1 يديني 9 طيب 4 تايمز ايه يديني 12 4 تايمز 3
نيجي نشوف هنا، طبعا انا حطيت الزيرو اهو بتاعي، لقيت هنا زيرو، ايه تايمز 4 يديني زيرو؟ ينفع يبقى زيرو؟ لا مش هينفع، ما ينفعش، مش هيبقى 2 ديجيتس. طيب ايه اللي تايم 4 يبقى اوله زيرو؟ مفيش غير ال 5، لان 5 تايمز 4 يديني 20، يبقى لازم دي تكون 5. عشان لما اقول 5 تايمز 4 يديني 20 نحط 0 ونكاري اب مين؟ ونكاري اب 2. 5 تايمز 2 ايكوال 10، 10 بلس 2 يديني 12، صح؟ ال 2 اهي، وهنكاري اب ايه؟ وهنكاري اب 1. 5 تايمز 3 15 و 1 16. يبقى فعلا التشويس بتاع ال 5 اختيار كان مظبوط. نعمل بعد كده بلس 6 بلس 0 يديني 6، 9 بلس 0 يديني 9، 2 بلس 2 يديني 4، و 1 بلس 6 يديني 7، وال 1 ايه؟ وال 1 ينزل. هسيب لكم بي وسي از ان اكسرسايز. طيب ما ننساش ان الهوم ورك بتاعنا هيبقى الورك شيت بتاع الايه؟ بتاع الليسون ده. الليسون ده مهم جدا جدا جدا. لو انت ضعيف في التايم تيبل لازم ترجع تذاكره تاني وتحفظه صم. يعني لما اجي اقول لك ايه تايمز ايه ترد على طول، ما ينفعش تقعد تفكر، لازم تحفظ الكلام ده، لان الدرس اللي جاي درس الديفيجن لازم برضك تبقى انت عارف التيبل كويس قوي. وبكده يبقى احنا خلصنا الليسون بتاع المالتيبليكيشن، وبالتوفيق لكم ان شاء الله.